كان الاولى ديال الصحاب انا ما خفيتش سيران بان كان صعاب الجيل جيل اللي جاي في السينما لانه خصنا ما نشوفوش ما نحكوش على السينما بالعاطفه امور اللي مهنيه السيناريو لا ميزون سين والاداء ديال الممثلين هاد المكونات الثلاثه بزاف ديال الافلام كاين الشطرات ديالو كاين اللي توفقوا بزاف ديالو ولكن مازال الرهان ديال الجوده خص شي شويه نستصبروا شي شويه ما السيناريو في السينما المغربيه ما انا بالنسبه لي عندي ماشي بالنسبه للسيناريو حيت الفيلم بالنسبه لي راه مكون كامل كله لا يتجزا يقدر يكون عندك افضل سيناريو كاين في العالم ولكن ملي تجي تجي تحرجو سور ايكرون الشاشه الى فلتات لك الصناعه الطريقه الصناعه ديال الفيلم راه السيناريو كيكتبو بالقوه بالتالي ازمه السيناريو كنظن عندنا ازمه حتى ديال الاخراج كنظن بانه عندنا ازمه ديال التمويل الافلام لانه خصنا نعرفو بانه الابداع في المغرب راه صعيب باش يدير المونتاج فينونسي ديال الفيلم بالتالي خصنا نحاولو نشجعو اللي كيستحق التشجيع ونحاولو نفكرو بالنسبه لنا انه وقربوا من شي حاجه اللي سميتها ثقافي خص المارشي يتحرك عندنا خص القاعات تحرك وملي غيتحرك القاعات بالضروره تا 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 الجوده الرهن الجوده راه غير غيزيد كل ما زدتي كمل حتى في العدد القاعات اللي كتستقبل هذه الافلام هذه راه ممكن كاين راه النتيجه غادي تكون غادي تزيد كتحسن وديك الساعه غادي نقدروا نعرفوا من بون سيناريست من اللي خصو يمشي يدير شي حاجه اخرى وغنشوفوا ان بون رياليزاتور من اللي حتى هو خصو يمشي يدير شي حاجه اخرى ولا هادشي وغيولي الممثل المجرب كيعرف يختار المشاريع اللي خدم فيهم ماشي انه يكون مرغم انه يخدم في اي حاجه فقط لانه ما عندوش اقتراحات هذا الشيء كنقول لك انا خص تكون حركيه ديك الحركيه خص من بعد الفتره ديال كورونا نكونوا امنا بانه راه خصنا نمشيو تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.